بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكمل على موضوع عقليه الكارز او mentality of evangelist. We started with the mentality of abundance. Today, النهارده نتكلم عن mentality of contentment. انا لقيتها في الانجيل كده لكن هي انا فاهمها بالبلدي satisfaction اللي هي عقليه الكفاف. على قد ما بنقول الكارز لازم يبقى عنده مخ كبير قوي وقلب كبير قوي ويبقى مقتنع تماما ان ربنا هيشتغل بالناس كلها وان السامرية تنفع كارزة والتلاميذ للوهلة الاولى مش قابلين المنظر والمجدالية هتبقى مبشرة والتلاميذ قالوا دي بتخرف ومرقص هينفع خادم بس بولس بيقول ده صغير وخواف. عاوز المخ كبير والقلب كبير لكن كمان عاوز في عقلية تاني لازم تبقى عند نفس الكارز عقلية الكفاف. ساعات الكلمتين يبانوا للوهلة الأولى عكس بعض. منين عندي عقلية الوفرة وعكسها هي مش عكسها وعقلية الاكتفاء. هقرأ معاكم النص المشهور. لا مش هو ده النص معلش. النص من أول عدد 10. I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lacked opportunity. Nor that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. هي دي الكلمة. I learned to be content. أنا تعلمت أكون في العربي بيقولوا مكتفيا. هي مش عارف صح قوي ولا ليها معاني تانية لكن قريتها في الأرثوذكس بايبل إنها the secret of contentment يعني الشبع الرضا الاكتفاء يعني حاجة بالمعنى ده. ابتدى يفصلها يقول I know how to be abased and I know how to be abound to abound. Everywhere, in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. في العربي يمكن أوضح كمان. I can do all things through Christ who strengthens me. هل هناك تعارض بين عقلية الوفرة وعقلية الكفاف؟ أنا بقول لكم الكارز عن لازم يبقى عنده مخ كبير قوي، مقصود بيه قلب كبير قوي، مقتنع إنه ربنا هيشتغل بالكل، قادر يبص باحترام لكل الناس دي، مقتنع ان كل واحد من دول له دور ودور خطير في خلاص النفوس، وفي نفس الوقت عنده نوع من القناعة الشديدة بما هو فيه. القناعة قد تتعارض مع الوفرة. لا. تعالوا نراجع المفهومين عشان نفهم ان ده في حتة وده في حتة تاني. عقلية الوفرة مين اللي مبنية على فكرة قبول الآخر؟ معناها انه اي حد بكره قادر اتخيله شاول الطرسوس، بكره قادر اشوف حتى لو وحش قصادي دلوقتي، حتى لو عنيد، حتى لو عيبه فظيع، حتى لو شخصيته ملخبطه، مش بعيد بكره ما كانش دلوقتي يبقى مفيد جدا للخدمه. فمش احسن حل ان انا اركنه او اعدمه او اخلص منه او اتمنى الخلاص منه. قبول الاخر معناها ربنا عنده، فاكرين الآية اللي ابتديت بها المرة اللي فاتت، في بيت أبيه منازل كتير. أنتوا اللي قلبكم ضيق، أنا ربنا يسوع يعني البيت عندي واسع أوي. واسع أوي يعني يتسع لكل الناس. أنتوا اللي مش قادرين تصدقوا كده، في بيت أبي منازل، ففي فرص للكل. متسع مش بس للناس، متسع من الأفكار والحلول. أنتوا عارفين الدنيا النهاردة بقى ماشية على شعار think out of the box. الموضة الجديدة دي هي مقصود بيها ايه؟ انت ليه حاصر نفسك في ثلاث اربع افكار شايف انه مش ممكن الدنيا تمشي غير كده؟ ممكن تبقى في عشرات من الافكار بس مش عندك عشرات من الحلول. فاذا يجوز من الحل مش عندك انت، يطلع الحل من ناحية تاني. فبرضو الابندنس منتاليتي معناها I may not have the solution now but others may have. I do not have all the good ideas, but others have. ف
فدايما عندي فكرة انه لازم اسمع كويس، لأ ممكن تيجي فكرة تاني تحللي الاشكال. متسع من البدائل والاختيارات، نفس التفكير تقريبا، انه في choices كتير قوي غير اللي انا حصرت نفسي فيهم. يبقى الاباندنس منتاليتي انه ربنا خيره كتير، عياله كتير، خدامه كتير، مواهبه كتير، كله كتير عند ربنا، الدنيا واسعة قوي وكتيرة قوي، فكبر شوية قلبك وعقلك عشان تعرف تفكر زي ربنا. لان طول ما مخك ضيق وقلبك ضيق وبتقول ما تمشيش غير كده، يبقى انت مش فاهم ربنا كويس. العكس، مش العكس، عقلية الكفاف بقى الجزء المكمل للموضوع، هي عقلية الشخص اللي قلبه مفتوح وفرحان بالكل ومخه كبير لكن عنده رضا، always happy. The mentality of an evangelist is the mentality of being happy all the time, whatever the conditions, whatever the service, whatever the people around. هنا الرضا، يعني واحد فرحان بكل حاجة صغيرة. وهشرح لكم ليه بقول الحتة دي، لأنه أنا كل مدى حاسس بقيمتها في الكرازة بالذات، وبعدين حتى في الأنبا برام عندي كمان تخبطت كم خبطة، فحسيت ربنا عاوز نفس الموضوع. الفرح بكل شيء صغير، يعني ايه؟ يعني بدل ما تبقى، افرض انت رايح خدمة متوقع تقابل 100 واحد، قابلت 20، الاكسبكتيشن بتاعتك خلتك تتكبس لانك اكسبكتينج 100، جالك 20. لو فضلت على عقلية الاكسبكتيشن، فكرة انه ده انا محضر شغل 100، كبسة، ممكن اتعكنن واليوم ده يروح علي. اليوم اللي بعده الاتوبيس كان جاي 7، اتأخر جي 9، برضو ايه، اتعكنن. اليوم اللي بعده مش عارف، ما لقيناش اكل صيامي فقعدنا مضطرين انقطاعي لما صدعنا لغاية 3، اتعكننت. مش هتنفع كارث. ليه؟ لانك كل حاجة ما تمشيش على مزاجك بتكعبلك. No, you have to enjoy working with God. You have to seek the minute things اللي ممكن تفرحك في الخدمة. فكرة عرفت أكون content في كل الظروف، عرفت أنبسط في كل الظروف. فكرة القبول، يعني إيه؟ عقلية الكفاف، واحد قابل كل حاجة، قابل يخدم، قابل يقعد شوية من الخدمة، قابل الخدمة تجري قوي، قابل الخدمة تمشي بطيء قوي، قابل النقد، قابل التشجيع، قابل كل، عنده نوع من القبول الدائم لكل شيء، لا بيطلع قوي ولا بينزل قوي، وبالتالي عنده رجاء في كل موقف صغير. بنفس العقلية أقول واحد عارف يشبع بربنا وحضور ربنا بغض النظر عن الظروف اللي حواليه. يعني أنا كنت استغرب، صدقوني كنت قريب شوية من البابا شنودة في آخر حياته، كنت استغرب ازاي الراجل اللي بيلف العالم وبيقابل ساعات ملوك وممكن يبقى في استقباله عشرات الالاف، ممكن يقعد مع 2-3 بالساعة ويحكي بهدوء ويضحك وما عندوش ادنى احساس انه اللحظة دي لما تقارن بلحظة اخرى فيها جماهيرية عالية ما يستخسرش دي. يعني فاهمين الفكرة؟ ساعات كنت افكر كده، يعني الوقت إذا هيتقاس بقى بالآلافات والجماهيرية والبريق يبقى ده wasting time. أنا في مرة في مرات رحت له الدير، بقيت كل شوية عاوز أقوم، يعني أنا مكسوف إن أنا واخد أكتر من ساعة أنا لوحدي، وهو قاعد يحكي بمنتهى الروقان. فكنت فعلا مش يعني ببص له، أنت إزاي كده؟ إزاي قادر تبقى مستمتع بكل حاجة وانت لوحدك، وانت مع شخص، وانت مع 5، وانت مع 5000، دايما مستمتع، دايما حاسس بربنا. لمن اعتاد ان يعيش منعزلا، اسئلة بقى تمشي في فكرة الكفاف دي، في شخصية فيكم يا جماعة يميل انه يكون شوية هادي الطبع، ما يحبش الزحمة، ما يحبش الدوش، وبعدين طلع في ميشن كلهم يعني مهايبرين، وعندنا كده كتير بالذات النيو كامرز مع احترامنا للضيوف، هتعرف تكون مبسوط ولا ما تسكتوا بقى؟ هتعرف تو انجوي؟ طيب والعكس،
لو انت متعود تبقى اجتماعي قوي وبعدين بقيت ريزيدنت وترزعت في بلد يا عيني بتهوي بالتلات اربع ايام ما بتشوفش حد، هتستحمل؟ مش طبيعتك خالص، انت عاوز تتكلم وعاوز تحكي كل اليوم. في مصر كان 5 مشاوير في اليوم. يفكرني ده بكلام القديس بولس لما قال بمجد وهوان. يعني ساعات نخدم يبقى في مجد، ناس تحبنا وتكرمنا وتمجدنا، وساعات تاني نخدم نلاقي نقد ونلاقي زعيق من مصر وزعيق من هناك ومقفولة في وشنا. بصيت رديء وصيت حسن، ساعات تطلع علينا كلام ان احنا حاجة كبيرة وخدام عظماء، وساعات تطلع كلام ان احنا مغرضين وأشرار كمضلين ونحن صادقون. هتقدر تتكيف مع ده كله؟ هي دي عقلية الكفاف، فاهمين؟ يعني ازاي تبقى كونتنت، يعني اوكي ربنا عاوز كده، ربنا عاوز الموضوع ما يمشيش، ربنا عاوز الموضوع يتأجل، ربنا عاوز الموضوع يمشي بسرعة، ربنا عاوز الموضوع يتعمل بطريقة تانية، ربنا عاوز الموضوع ده حد تاني اللي يعمله. اوكي كان يو تقدر بقى، تعلمت ان اكون مكتفيا. هي دي ده التحدي يا جماعة، التحدي الصعب ان الواحد يطلع بره كومفورت زون ويتعود على كل شيء. تقدر تكون راضي بخدمة ما فيهاش تقدير؟ أسئلة ليكم يا جماعة، كل واحد يفكر في نفسه. لو في خدمة عمال تتعب فيها ما فيهاش أي نوع من الابريشيشن، لا من أبونا ولا أمين خدمتك ولا الناس اللي بتخدم، هل تقدر تكون راضي بخدمة ما فيهاش ثمر؟ فيش نتيجة، بس ربنا عاوزك تكمل. هل تقدر تكون راضي بخدمة ما فيهاش مشاركة؟ يعني في كونفليكتس كتيرة بين الخدام وبعض، هتكمل ولا تخلع؟ اكمن الناس مش عارفين يحبوا بعض. هل تقدر تكمل في خدمة ما فيهاش نمو واقفة مطرحها؟ هل تكون متواضع أو مكتفيا بخدمة فيها مجد وكرامة؟ تقدر تفضل حاسس إنك ولا حاجة وفي كرامة كبيرة جاية؟ تقدر؟ تقدر تكون متواضع مع ان في نجاح وفي امتداد وانت مقتنع انك مالكش اي دور في القصة دي؟ دي نعمة من ربنا، ده شغله. تعودت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. هل تقبل تتكيف مع خدمة الخدام مش عارفين يحبوا بعض؟ من اصعب الحاجات الحقيقة، عاوز اقول لكم اصعب خدمة في رأيي اللي الفريق مش عارف يحبوا بعض، بس ساعات ربنا يسمح بكده وتبقى الواحد بيجتهد بكل يعني مجهوده وبرضه لسه الموضوع مش ماشي، مش عارفين يحبوا بعض كفاية. شيء محزن. تقدر تقول حاضر يا رب هكمل كده بدل دي إرادتك. أكيد كل واحد فيكم بيفضل يخدم في جو مثالي، والجو المثالي اللي انت متخيله غير الجو المثالي اللي غيرك متخيله، بس ربنا لا عاوز الجو بتاعك ولا الجو بتاعه، ربنا عاوزك تتكيف مع كل الظروف مع كل الأوضاع، ويبقى مالكش غرض غير تتعب تروح السما انت والناس ايا كانت الظروف، مبسوط فيها او غير مبسوط، متعود عليها او مش متعود، متكيف او حتى مش متكيف. هل هتستمر في خدمتك رغم ان القريبين مش مقتنعين؟ يعني ما اسعد الخادم فيكم اللي اهله سبورتيف في حتة روح يا حبيبي ربنا معاك وكان نفسنا نبقى زيك. طبعا بيبقى طالع فرحان ان والديه بيدعوا له، ناس فخوره بيه. وطبعا بالنسبه لواحد تاني يا ابني بلاش شغل المجانين ده، انت وابوك داوود يعني خليك عاقل واخدم في مصر، والاخر دقيقه بزياده التذكره خليك قاعد مش مهم نخسر التذكره. ها تطلع نفسيتك شكلها ايه؟ هل تقدر تكمل في خدمة اللي حواليك مش راضيين عنها مش مقتنعين بها وهي دي خدمة؟ لاقي كلام من النوع الجميل ده. او هل تستمر في خدمة رغم توصيات البعض؟ ما تريح نفسك، ما تخف بقى، هدي شوية. هل تستمر في خدمة رغم الإحباطات المتكررة؟ بولس بالذات كمثل جميل للكرازة يا جماعة وصل لفكرة، على فكرة هو قالها في فيليبي 4، دي جت في مرحلة مش قريبة في حياته. يعني ايه؟ بعد قوله 20-25 سنة كرازة
كان مسجون في روما وهو بيكتب. فهو في سجن زي كده وفيليبي بالذات شاف معجزة في نفس الليلة وخرج. المرة دي بقى له زي سنة أو سنتين يقال في روما ما بيخرجش بمعجزات، يعني جرب معجزة الخروج من السجن وجرب أنه يتحبس في السجن، ستيل تعودت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. ممكن يجي لك مرض تخف بشبه معجزة، مرض تاني يقعد مش راضي يمشي. ده زي ده تقدر تتكيف، وربنا عاوز كده contentment. فاتسجن ليلة واتسجن سنين، عمل معجزات ووقع في أمراض، كان بيشفي كل الناس من كل الأمراض، وهو جاله مرض وقعد معه فترة طويلة، وقع في الرجم والإهانات، وفي وقت في نفس الوقت مرات كتيرة ربنا أنقذه من يد اليهود ومن يد الرومان بطرق معجزية. طب ليه مش كل مرة رجم أو مش كل مرة إنقاذ؟ لا، هو ربنا عمال يشكل على حياته كده. جرب الإكرامات لدرجة قالهوه في مرة وهيدبحوا له ذبيحة، وجرب كمان التمجيدات، جرب النجاحات وجرب الفشل. على فكرة بولس فشل في حياته فترة حتى في خدمته، لما ابتدى يخدم في دمشق فشل، ولما دخل أورشليم فشل في الأول، لدرجة راح قعد في بيتهم فترة، وقعد في الصحراء فترة، وقعد في طرسوس عاطل، وكان للوهلة الأولى محدش يسمع عنده لسه، ومحدش متوقع يطلع منه حاجة ده، ويمكن كانوا بيقولوا عليه مندفع لأنه مش حكيم، لأنه خرب الدنيا في دمشق وكان جات على دماغ الكنيسة. إنما في واحد عاقل زي برنابا عرف يجيبه حتة حتة كده وكبرت، لكن هو تعرض للفشل. فكورنثوس في الأول تعرض للفشل وكان هيمشي، ظهر له المسيح قال له لا ما تمشيش، بس هو قعد فترة مفيش حاجة بتشتغل. فأتينا لما دخل أريوس باغوس أغلب المفسرين بيعتبروه فشل لأنه اتكبس في الآخر، قالوا اللي بيهزر ده بيقول إيه، بصوله يعني باحتقار، انت بتتكلم مصطفى فلاسفة، ايه اللي انت الكلام الصغير اللي بتقوله ده، بس طلع كسبان ثلاثة في الاخر. الرفض الشديد والاعجاب لدرجة التقديس، كل ده تعودت او تدربت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. بولس جرب الخلوة الفردية الطويلة، وجرب العمل الجماعي والعظات الجماهيرية والوجود وسط الناس بالشهور، جرب الشغل مع واحد زي أنسيموس جوه السجن، قعد شهور شغلته واحد. مرة قابلت خادم كبير قلت له ايه خدمتك، فقال لي اسم شخص، قلت له سؤالي خدمتك ايه، قال لي اسم شخص، قلت له مش فاهم، انا عارف انه خادم كبير، قال لي انا حاليا ما بخدمش غير فلان. انا كان اول مرة اسمع حاجة زي كده، ده كان امين اسرة جامعية في وقته، انا عارف انه خدمته كبيرة، قال لي أنا خدمتي فلان. ممكن أو ممكن في وقت يبقى خدمتك شخص، طب المسيح قعد ست ساعات شخص السامرية مثلا أو كذا ساعة على الأقل. ممكن تبقى خدمتك مع فريق كبير أو فريق صغير، ممكن تبقى كلامك مع اليهود أو كلامك مع الرومان، ناس تعرفهم ناس ما تعرفهمش. إزاي بقى أختم أقول إزاي تكتسب عقلية الكفاف؟ احنا مرة فاتت اتكلمنا ازاي اكتسب عقلية الوفرة، ازاي افكر زي المسيح، كل واحد ينفع، كل دول وراد ربنا، كل دول ربنا هيعمل بيهم حاجة، كل دول احسن مني، وفي فرص تانية وفي افكار تانية لسه هنكتشفها، وربنا له ناس في كل بلد غيرنا. دي عقلية الوفرة. طب انا عاوز اكتسب عقلية الكفاف، تعبيرات اللي قالها القديس بولس، تعلمت تدربت تكيفت، أستطيع دي اللي هي تكيفت أو تمكنت، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. تعلمت الأول، الفكرة لازم تبقى واضحة، ربنا عاوز يصنفرنا ويعودنا أن احنا هنخدم في ظروف مختلفة وهنتشكل مع كل الظروف، ومش هيبقى لنا قالب واحد ولا ظروف واحدة، وأي كومفورت زون هتدخل فيها هتتكسر بعد شوية، لأن ربنا مش عاوزك ترتاح على الأرض. فرأيي هقول كم نقطة كده، عشان الواحد يكتسب عقلية الوفرة لازم يدرب نفسه على حياة الشكر المستمر. نفسي نطلع بتدريب النهاردة أقول إيه، أشكرك يا رب إني بخدم، ينفع نقول كده، أشكرك يا رب إني بخدم، أيا كان نوع الخدمة، أيا كان حدودها، أيا كان وقتها، أيا كان ظروفها، أيا كانت نتائجها،
أنا يا رب كفاية أن أنا محسوب خادم عندك، أشكرك، أشكرك أني بشتغل معك، حطيني زي ما أنت عاوز في الحتة اللي أنت عاوز. عقلية الشاكر تميل أن تكون عقلية المكتفي الراضي، الراضي اللي هو إيه، أوكي يا رب اللي تشوفه ما عنديش مشكلة، حطني wherever you like. الشكر والتسبيح يخلي الواحد متكيف، خلي بالكم. قديس بولس سبح جوه السجن وسبح جوه المركب وسبح في الكنيسة. إذا التسبيح لوحده يخليك تتكيف. الثلاث فتية سبحوا جوه أتون النار. التسبيح يعطيك القدرة على التكيف. فرحت قوي لما طلعت مع مجموعة زمان لقيتهم عاوزين يعملوا تسبيحة كل ليلة. حبكت يا عيال ده اليوم طويل وانا عجزت، لكن هم كانوا فرحانين انه بدل احنا مع بعض ما نعمل تسبيح. وكان مره معانا سيدنا انبابي من هو اللي مسك التسبيح. بس انا الفكره رجعتني لسفر الاعمال. هم فعلا في سفر الاعمال كانوا يحبوا يسبحوا بغض النظر اللي بيعملوه طول اليوم. التسبيح ده مش واقف على اورشليم ولا على ولا هو تسبيح تسبيح، احنا كفايه بنشتغل معاك. فالفكره دي جميل. ثاني نقطة تخليك تكتسب عقلية الكفاف أو الكفاية أو الاكتفاء، mentality of contentment، التسليم لإرادة الله. عاوزين نكبر في الحتة دي. من 6 شهور أو أقل كلمتكم عن حياة التسليم لو أنتم فاكرين، بس الكلام سهل. أنا وأنتم محتاجين نجاهد في فكرة اللي تشوفه يا رب، اللي أنت عاوزه. انت بتعمل بتجتهد على قد تفكيرك. ربنا اللي سايق، وربنا سايق عن طريق ناس، عن طريق امناء خدمه، عن طريق ظروف بلاد، عن طريق سيدنا، عن طريق ضعف. اوكي، ويمكن انت مش شايف ان القرارات غلط وعشوائيه. بص، ريلاكس ريلاكس، هو في رئيس كبير فوق الكل. حتى لو احنا بنغلط هو دريان، خليك مسلم انه الدنيا مش ماشيه سايبه، صدقني، لأن في الآخر شغلته حتى لو إحنا بنعوك. حاول تسلم لإرادة ربنا، هي دي عقلية الكفاف. بولس كان ممكن عقله يقول له خسارة الوقت ده أدخل السجن، كنت الشهر الجاي هبقى في أفسس، كنت هعمل شغل ما حصلش. أسكت، أقعد في السجن شوية، وقف كل مشاريعك، أوكي، حاضر. خسارة المرض، وده اللي حصل وقت المرض، ما كانش مقتنع بالمرض. على فكرة بولس جدع، الموضوع ما كانش مجرد وجع، هو ما كانش مقتنع. ليه امرض؟ ليه امرض دلوقتي؟ شوكة الجسد دي ما تمشيش خالص مع طموحاته. قال له تكفيك نعمتي. اسكت، انا عاوزك ضعيف، انت زعلان ليه؟ انا عاوزك كده شوي. فقال حاضر. فتعلم تسلم، تسلم لإرادة الله. في حاجة ما تمشيش ما تتضايقش، حاجة مشيت بطريقة مختلفة ما تتضايقش، حاجة اتسحبت من ايدك ما تتضايقش، حاجة اتكركبت واتكربست عليك برضو ما تتضايقش. حاول تسلم. ثلاثة، حاول تفهم الدرس. انت اهم عند ربنا من الخدمة. افتكروا القاعدة دي حبايبي، بليز، انت اهم عند ربنا من الخدمة. تفتكروا ربنا ما يقدرش ينور البلاد اللي احنا قال يعني هنخدم فيها من غيرنا؟ تيقل يقدر، ويقدر احسن كتير من اللي احنا هنعمله، غالبا احنا بنعطل. لكن كل واحد فيكم خلاص نفسه، تكوينه الروحي، نموه الروحي اهم عند ربنا من الخدمة كلها، لان الخدمة يقدر يقضيها بملايكة. فخليك فاهم انت اللي مقصود بالدرس. يجوز ربنا عاوز يعلمك تواضع، يجوز ربنا عاوز يعلمك تشكر وانت متضايق، يجوز ربنا عاوز يكسر دماغك شوية، ينشف عظمك شوية، يعلمك تتكيف مع ظروف مختلفة، يعلمك تقول حاضر، يعلمك تشوف حاجة ما كنتش شايفها قبل كده. أكيد ربنا بيقصد حاجة، فتعلم الدرس. مش كفاية بس تقول حاضر وتسلم، كويس، خطوة حلوة، لكن كمان حاول تفهم. افهم أنه أنت مقصود بالدروس دي، بالعطلة دي، بعدم الاستجابة ده، بالمشكلة دي، بالناس المتعبة دي، أنت مقصود. زي قولت الرب قال له سب داود لعل الله ينظر إلى مزلتي. افهم أنه ربنا بيبعت درس. نقطة كمان عشان تكتسب عقلية الاكتفاء،
خليك متواضع ومقتنع انك ضعيف وعاجز ولا تصلح لشيء. بتعجبني قصة القديس الأنبا موسى الأسود لما بعد فترة طويلة قوي من الرهبنة رشح للكهنوت وجي البطرك يرسمه في الدير، وأنبا موسى ده يعني حبيب الرهبان كلهم، فيقال رهبان البرية كلهم اجتمعوا لرسامة أبوهم أنبا موسى الأسود لأنه كان بقاله حاجة بتاع 30 سنة راهب، فمعروف بقى عظمته يعني. وبعدين البطرك قال يجربه يختبره لأنه عارف أنه معشوق من الرهبان كلهم، فعارف أنه له كرامة كبيرة وهو لسه راهب بدون كهنوت. فلما مدخلينه كده قال إيه اللي دخل الأسود ده وسطينا؟ حاجة مش فاكر النص، يجوز أنتوا بعضكم حرف القصة بنصها. على طول للخلف دور وانسحب وسمعوه بيتمتم ويقول صحيح إيه اللي دخلك يا خاطي وسط القديسين أو وسط الأبرار، وقبلها ومقتنع أنه مين قال أن أنا نقي عشان أخد كهنوت. طبعا بيقولوا المرة التانية طلعوا وراء طبعا وجابوه تاني، وهم داخلين سمعوا الملائكة بتقول أكسيوس، في صوت رن في الكنيسة بيقول أكسيوس مش من الناس، وهو بيترسم كاهن. فهنا اقتنع انك ضعيف وانك عاجز وان اصغر خدمة انا وانت لا نصلح ليها. ساعات احنا بيتهيأ لنا خلاص ان احنا نقدر ننجز، بالذات في الحاجات اللي عملناها قبل كده كتير وتمنت. الحقيقة خدامه لهيب نار، احنا مش لهيب نار، ينسب لملائكة حماقة، احنا ما جبناش ملائكة. فاحنا طبيعي لو هنتكلم بقى بالحق والمحقوق ولا واحد ينفع يخدم ولا خدمة يعني. عشان تكتسب عقلية الاكتفاء دور على ربنا جوه الخدمة وجوه مشاكل الخدمة. يعني ايه؟ يعني خلي بالكم الخدمة مليانة حفر ومليانة مشاكل، مليانة احباطات، مليانة تغييرات متغيرات، عشان ربنا عاوزك في الاخر يقول لك ايه؟ ممكن تركز معايا انا ماشية او مش ماشية، ممكن تخليك معايا، انا مش همشي، انا معاك، انا جنبك، انجوي. ليه تعمل مرصة وتقلب الدنيا وتقول ورانا ورانا ورانا؟ ليه القصة دي؟ ما تتمتع بالنصيب الصالح، ما انا معاك، انا معاك وانت لوحدك محبوس في بلد مش لاقي حاجة تعملها، وانا معاك وانت متكركب عليك مليون خدمة، وانا معاك ومعاك خادم مطلع عينك، وانا معاك وانت معاك خادم معقدك من كتر ما هو روحاني، انا معاك، ركز فيا. انت ليه عمال بتبص ورا كتير؟ اذا اللي يكتفي اللي يقدر يوصل لعقلية الاكتفاء هو اللي مركز في المسيح نفسه، اللي الخدمة بالنسبة له طريق للارتباط بربنا مش مجموعة انجازات عاوز يوصل لها. انا رب عاوز احبك، عاوز احبك وعاوز اشبع بيك، مش فارق معايا بعد كده اعمل ايه ولا ايه، ما تفرقش. في الاخر اللي هيعود لي ان انا قعدت معاك وحبيتك وحبيتني وخلاص. عشان تكتسب عقلية الوفرة تعالوا نراجع الكلمات اللي قالها القديس بولس. قد استوفيت في اخر كلامه بقى بيقول indeed I have all and abound، يعني انا عندي كله، عندي زيادة. I'm full، خلي بالكوا ده في السجن. I am full. full ده ايه؟ ده انت ما عندكش ولا حاجة، لكن هنا هو شبعان بالمسيح، عطلان خدمة، محبوس في سجن، ما يعرفش بكرة هيمشي ازاي، بره في مشاكل كبيرة قوي المفروض هو اللي يحلها، انما I have all. I am full. ايه ده؟ ايه المشاعر دي؟ جبتها ازاي دي في الظروف دي بقى؟ Having received from Aphrodite the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. يعني ايه؟ الحاجات اللي بعتوها فرحتني قوي وذبيحة مقبولة عند ربنا. My God shall supply all your need according to his riches. هو حاسس بالآية دي بقى. ربنا مالي احتياجاتي، مشبعني. جوه السجن مشبعني. جوه المشاكل مشبعني. من غير ونيس مشبعني. من غير تلميذ مشبعني. من غير إنجازات، من غير خدمة مشبعني. He is fulfilling all needs, covering all my needs. عشان كده بيدعي لهم يقول لهم ربنا يملى احتياجاتكم بحسب غنى، لأنه هو حاسس بكده، أنه هو شبعان رغم اللي هو فيه. لإلهنا كل مجد وكرامة.